بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد اللقاء بتجدد هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، شهر الانتصارات، شهر القرآن، شهر تزكية النفس، شهر المساجد والإحسان والبر. ونسأل الله أن يرفع عن هذه الأمة الوباء والبلاء، وأن يعيدنا وإياكم إلى مساجدنا وإلى صلواتنا في جماعة إن شاء الله تعالى. ونحن كنا قد بدأنا معكم في رمضان الماضي حديثا عن الصحابة رضوان الله عليهم تحت عنوان أنوار الصحابة. والواقع كان الحديث في ذاك الشهر العظيم المبارك، نسأل الله القبول، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم جميعا. والواقع نريد أن نستأنف معكم الحديث تحت ظلال أنوار الصحابة رضوان الله عليهم، ذلك أن الله سبحانه وتعالى كم أثنى عليهم في كتابه العظيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وغيرها من الآيات في سورة الحشر. وكان من علامة إيمان المؤمن حبه لأصحابه صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. لا شك أن البدء كان بأبي بكر الصديق، فهو الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصديق الأكبر رضي الله عنه، وهو عتيق النار كما وصفه عليه الصلاة والسلام في حديث حسنه العلماء، وأنه أعتق الأوائل من الصحابة المؤمنين المستضعفين. أود ونحن نعود إلى أنوار الصحابة من جديد أن أستذكر معكم في حلقة إن شاء الله بعض ما مر معنا فيما يتعلق بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم لعلنا نستذكر في حلقة بعض ما مر معنا في شأن عمر رضي الله عنه، حتى نستأنف الحديث بعد ذلك عن عثمان رضي الله عنه. لا شك الحديث عن أبي بكر حديث مستفيد وعظيم، فهو الصديق الأكبر، النبي عليه الصلاة والسلام شهد له أنه صديق، اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق، وهو الذي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة، وكان دائما موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقفه، سواء في يوم الحديبية على سبيل المثال إذ يقول لعمر: إلزم غرزة إنه رسول الله، وسواء في يوم بدر، وحقيقة درسنا هذه القضية بالتفصيل، وأن موقف أبي بكر الموافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصواب، وليس كما يظن البعض أن ثمة خطأ، إنما الخطأ كان من بعض الصحابة الذين طلبوا الدنيا في ذلك عاتبهم الله سبحانه وتعالى. مواقف أبي بكر كانت مشهودة تأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصديقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وظهر ذلك حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي ثبت المؤمنين بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ يقول ومستذكرا قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد رب محمد فإن الله حي لا يموت. وإذ حمل الراية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوة واقتدار، فلم يرضى أن يتردد في بعث أسامة بن زيد، بعث أسامة الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نهض لمواجهة المرتدين ومانعي الزكاة بكل قوة واقتدار، والذي قام على جمع القرآن، وناقشنا هذه القضايا وما قد وقع فيها من اختلافات، وأن القرآن إنما كان مجموعا أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا، إنما أعاد أبو بكر الصديق نسخه وجمعه من باب التحقيق والتثبت والتأكيد. ناقشنا مثل هذه القضايا في حياة أبي بكر الصديق. في حياته نزلت آيات فيه رضوان الله عليه، ناقشنا بعضها، وبعضها ربما صح وبعضها ربما في سندها كلام، مثلا قول تعالى: وسيجنبها الأتقى
وقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك المتقون، قالوا هي نزلت في أبي بكر الصديق، هي تشمل أبا بكر ومن كان على شاكلته. ولكن أيضا قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وفيه نزل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. وبينا ما في هذه الآية من الفضائل لأبي بكر، وما ورد من أحاديث كثيرة في حق أبي بكر، مثل حديثه صلى الله عليه وسلم اذنوا له وبشروه بالجنة، ومثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ومثل حديث سدوا كل الأبواب إلا باب أبي بكر، ما من أحد له علي يد إلا وفيناه إياها إلا ما كان من يد أبي بكر الصديق، ولولا أن صاحبكم خليل الله لا اتخذت أبا بكر خليلا، وغيرها من الأحاديث التي وردت في هذا المضمار أو هذا السياق في فضل أبي بكر الصديق، وكيف كان ورعه الشديد رضي الله عنه عندما نجده مثلا يستقي لمجرد أنه علم أن الذي أتى بهذا المال وكان عاملا لأبي بكر الصديق رقيقا عنده يعمل خراجه، يأتي بخراج عمله لأبي بكر الصديق، فاستقاء لمجرد أنه علم أنه من كهانة، وأنه عند وفاته كان قد نحل عائشة 20 وسقا من تمر، فقال إن كنت قد قطعت ذلك فهو لك، وإن لم تقطعيه فهو مال وارث. هذا من ورعه رضي الله عنه. إذن وعندما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك فيقول أبو بكر، وعندما ينهض بالفتوحات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثيرة تلك المواقف التي ناقشناها في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومواقفه المشهودة في هذا الأمر. أحببت في البدايات أن نعيد يعني بيان ذلك وأن نقف معه لعلنا نستذكر بعض هذه المواقف العظيمة لأبي بكر الصديق، فننطلق من ذلك للحديث عن عمر إن شاء الله في استذكار سريع وموجز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.